الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإنه قد قدر لي أن أزور الشيخ أحمد السالك قبل وفاته رحمه الله، وكان يسكن في جوار ذوي قرابة لي، فزرته يوماً وسألته عن ما بلغني من أنه كان يقول إن الأشاعرة من أهل السنة، فأجابني يومها بكلام مجمله أن الأشاعرة قوم خدموا الدين، وأنه لا خلاف يذكر بينهم وبين أهل السنة يستحق أن نخرجهم به من جمهور أهل السنة. وكان في مجمل كلامه لي أنه قال: إذا كان الذهبي رحمه الله قد ترجم لأبي الحسن الأشعري بأنه إمام أهل السنة. ثم زرت بعد ذلك بأيام بعض أصحابنا من المشايخ، فسألت أحدهم عن تلك المقالة، فأحالني يومها إلى أحد تلاميذه واسمه نادر، فأجابني نادر بأن ذلك الكلام للذهبي يحمل على ما مر به الأشعري من أطوار في حياته، وبأنه قد اهتدى في آخر حياته إلى طريقة أهل السنة كما ذكر الذهبي وغيره في ترجمته رحمه الله. ثم إنني بعد ذلك بأعوام بدأت في تأليف كتابي الأول، واسمه تحقيق الأصول من إرشاد الفحول، في تهذيب كتاب الشوكاني رحمه الله المسمى إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، وقد ترجمت فيه للأعلام. فعندما بلغت ترجمة الذهبي للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وإذا به قد صدر ترجمته للأشعري بقوله: العلامة إمام المتكلمين، ولم يقل أبدا بأنه إمام أهل السنة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.